هذه فرصة لفائدة فريق الوداد، محاولة تمرير الوليد الكارتي، تدخل والحكم انتصارات أمام اتحاد طنجة، أمام دفاع. هذه فرصة لفائدة فريق المدير جدية، وتدخل أشرف فريق الوداد، محاولة رفع الكرة داخل المعترك، فرصة وممتاز لحظات، لأنه التشكيلة اللي خدينا فأيمن حسوني في على مستوى الاحتياط في الوقت اللي كان دخول يحيى جبران، وبالتالي فوزي البرزرد عند أيوب الكعبي، تمريرة ممتازة، فرصة مؤيد اللافي، والحكم مساعد رفع الرايه، ولكن التمريره كانت تمريره جويه بامكانها تكون حل من الحلول. تلعبات الكره دائريه داخل المعترك، تدخل الدفاع عبد الله المدن، هذه الفرصه لفائده فريق مدير جديه، والحكم كاين ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق البلوديه الوجديه. تبعت الكره بكل سرعه، وغادي يكون هناك انذار الشيخ ابراهيم كومرا. اذا ضربه جزاء لفائده فويس عيد، تسجيل الهدف الرابع اسماعيل خافي، والهدف الاول لفائده فريق البلديه الوجديه، اللي كيجي في حدود الدقيقه 14 من بدايه هذه المباراه، ومن نقطه الجزاء لاحظوا الفرحه الكبيره للاعبين بهذا الهدف وهذا التقدم امام فريق الوداد 1-0. اسماعيل خلع الكره لمحمد ابو نجم، فرصه لفائده فريق الوداد، محاوله المراوغه، تدخل دائما صراع كبيره طويله من جديد، البحث على اللاعب ايوب الكعبي، فرصه ولكن لفت الكره طويله لفائده فريق الوداد. يحيى عطي طلع دي فرصه عند مؤيد اللافي بامكانه يرفع الكره، ترفع الكره ممتازه، تدخل الدفاع دائما الخطوره، ايوب الكعبي محاوله كانت مطالبه بالخطا، لعبت الكره دائما دي فرصه وتدخل ابعاد الكره، كانت فرصه لفائده فريق الوداد. كان مؤيد اللافي رفعت كره، فرصه ممتازه، وليد الكارتي وتدخل الحارس، تبعوا التمريره ممتازه والتدخل وابعاد الخطوره، كان تدخل ممتاز ديال حمزه السمومي لبيترو اتلتيكو الانغولي. هذه فرصة تسديدة وتدخل ممتاز للنهائيين، تبعوا هذه الفرصة من الجهة اليمنى محمد أولاجم، فرصة تسديدة، لكن يعني كان هنا المطالبة محمد أولاجم كيلعب يعني الكرة بهذا الشكل، تمريرة عرضية كانت المطالبة بلمسة يد، تبعوا محمد أولاجم تفدت الكرة في الوقت كان تبعوا التسديدة ديال صلاح الدين باهي، وتدخل الحارس احدث تنفيذ هذه الكره الثابته، تلعبات الكره داخل المعترك الراسيه، كتمشي جانبا، كانت محمد اولاجم لعب الكره دائريه، ارتقاء ديال وليد الكارتي، ولكن الكره ضو تبعو هذه المحاوله، محاوله تسديده ولكن بعيده، كانت وليد الكارتي كيرفع الكره، البحث على ايوب الكعبي، هذه فرصه ايوب الكعبي، يمكن نقول بانه تباطا ايوب الكعبي، كان بامكان يقيم بمباراه كبيره. لاحظوا هنا الضغط لفريق الوداد انه يرجع في النتيجه، الراسيه دائما الخطوط يغيب بسبب الاصابات، لعبات الكره من يحيى عطي طلا، خروج الحارس، الكره في الجهه اليسرى، يحيى عطي طلا، كره ارضيه، فرصه تدخل ممتاز للحارس مروان فخر، في غادي يحاول يرفع الكره بالفعل داخل المعترك الراسيه، الفرصه ومن المحاوله مؤيد اللافي، هنا الراسيه مشات جانبا، ولكن المحاوله الاولى كانت اكثر خطوره، هنا الراسيه والمتابعه، نتابعوا المحاوله بالفعل، انطلاقه ديال يحيى عطي طلا، لاحظوا تمريره ارضيه، وليد الكارتي القادمون بالخلف، وتدخل ممتاز لاعب ايمن الحسوني منذ البدايه، فرصه لعبات الكره، والحكم المساعد رفع الرايه، حكم تجاوز المحاوله من الجهه اليسرى، تمريره دي فرصه هذه من لافاتي ممتازه، دائما الخطوره تسديده، تدخل الدفاع الخطوره متواصله، ولم يكن هناك طرد او نقص عددي، كلها قراءات كتبقى على مستوى دي فرصه الراسيه، وتدخل الحارس مروان فخر، كانت حارس مروان فخر اللي كيخرج الكره، يعني كان هناك اعتقد اصابه ديال المحاوله الاخيره ديال فريق المدير الجديه، لاحظوا انطلاقه ديال ادم النفاتي، تمريره كان محاوله ابعاد الكره من اشرف داري، ثم ادم النفاتي يسدد مره اخرى، اسماعيل خافي والكره وغياب عبد الله خفيفي على اي، تبعوا هذه المحاوله، تدخل الدفاع كره في الجهه اليسرى، هذه فرصه بواسطه لاعب محمد اولاجم رفع الكره، فرصه تدخل الحارس الكره، ادم النفاتي حاول يتسدد ولكن بعيدة كل البعد على مرمى الحارس احمد رضا التقلوجي، نتابعوا المحاولة الأخيرة، تمريرة طويلة في اتجاه اللاعب محمد أولاجم، من يتمكن أنه يحصل على البلودية عند حمزة السمومي، السمومي غيحاول يرفع الكرة، ترفع الكرة، تدخل كومارا، دائما محاولة من فريق
مؤيد لافيش ودي عمل كيرفع الكرة فرصة فرصة وتدخل الحارس مروان الفخر كانت يغادر ودخول يحيى جبران كذلك خذ في الرتبة الرابعة المولدي وجدية في الرتبة الخامسة إلى جانب اتحاد طنجة كذلك حاول بواسطة عبد الله حيمود حيمود رفع الكرة فرصة رأسية وما مشاتش بعيد رأسية أيوب الكعبي كتمشي جانبا من القائم فخر أمامنا عبد الله حيمود اللي دخل منذ قليل ترفعات الكرة الرأسية ديال أيوب الكعبي اللي ما مشاتش بعيد على مرمى حارس مروان فخر وبالتالي كتضيع هذه المحاولة سبب فار مدير جديد في نصف الملعب وبالتالي محاولة إيجاد الحلول وليد الكارتي الكارتي فرصة 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 أخيرا أيوب الكعبي أخيرا أيوب الكعبي كيتمكن من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف بعد سلسلة من المحاولات لتسجيل لاحظوا فرحة كبيرة ديال اللاعبين والطاقم التقني وأمامنا فوزي البنزرتي التمريرة كانت ممتازة من لاعب وليد الكارتي ثم التمريرة في اتجاه اللاعب تابعوا من جديد المحاولة وليد الكارتي اتجاه اللاعب أيوب العملود لكي يوضع الكرة أمام أيوب الكعبي وبالتالي هدف التعادل لفائدة فريق الوداد وليد الكارتي باللاعبين اللي بإمكانهم أن يتكلم بهذا الشكل وبهذه الطريقة